اقعد. عايزك تفوق لي وتركز معايا. انت نازل هنا عشان تجيب لنا اكل وميه من وراهم، صح؟ اه والله. اشمعنى؟ عشان انتوا بني ادمين والبني ادمين محتاجه تاكل وتشرب. قول لي يا ابو وفاء، انت عايزني اعاملك على انك ايه بالظبط؟ مش فارقه، عاملني على ان انا اي حاجه. انا نفسي مش عارف انا ايه. انا بني ادم عديم الفايده وعمري ما عملت اي حاجه ليها لازمه. لما اتعرض عليا ابقى شمال وفيت، برضه ما عرفتش ابقى شمال. جيت للحق، انا عايز افارق الدنيا بحالها. بس حتى دي ما اعرفش برضه بتتعمل ازاي. طيب انا عايزك تقول لي انتوا هربانين من ايه بالظبط؟ وايه دورك في الموضوع ده؟ انا هقول لك، في عيلة بتشتغل في الآثار المعربة، وفي ناس أنا معرفهمش كلفوا شبري. شبري؟ آه، ده الزعيم بتاعنا الطويل ده. آه، كلفوه إن هو يسرق أكبر كمية ممكن من الآثار اللي العيلة دي سرقاها. ويوم ما روحنا ننفذ لقينا حراسة وعالم، قام شبري والرجالة موتين 12 واحد، وخدنا الحاجة ومشينا. وهي دي الحكاية. طب بص يا ابو وفاء، انا عايزك تلزم الباكيه دي، ما تتحركش منها الا باذن. فاهم؟ فاهم. الشنطه بتاعت الاكل اللي انت جايبها دي فيها ايه؟ دي فيها شويه معلبات وكام ازازه ميه. وعلى فكره الحاجات دي بفلوسهم. انا عايز علبة تونة كمان، انا مش بعتش. مش هينفع حبيبي، الاكل على قد. خد يابا كمل اللي معايا واسكت بقى شوية. ها، مش عايز حاجة. هو ايه حكاية الواد ده؟ معلش، هو مخه على قده، بس هو عيل غلبان. واديك شايف الظروف اللي احنا فيها يا استاذ خالد، تخلي اي حد يخرج عن حالته الطبيعية. على العموم خلاص، انا هاخد له باقي منابع عشان ياكله بالاذن. اتفضل. بارك الله فيك يا ابني. انا بخاف من الواد نجيب ده. ما تخافيش، انا جنبك. ايوه مش خايف. تفتكروا الليله دي ممكن تعدي علينا ازاي؟ اكيد ليله سودة زي اللي فاتت. ايه يا تعيس، في ايه؟ ارحمنا. طيب بقول لكم ايه، ما تيجوا نحاول نعدي الوقت اللي احنا فيه ده، يعني مثلا نتكلم مع بعض، نعرف بعض اكتر، او نقرا قران مثلا. ليه لا، انا شخصيا بحب اقرا قران كل يوم قبل ما انام. ما شاء الله، ده هيشفع لك ان شاء الله. طب يا جماعه بالاذن هقوم اصلي وادعي لكم، والسلام عليكم. بارك الله فيك يا عم تربه، على طول ما حسسني ان انا مقصر. ها قلتوا ايه؟ انا برضو مع فكره قتل الوقت دي، طول ما فيش في ايدينا اي حاجه جديده نعملها، وهو يعني ممكن كمان نقرب من بعض اكتر. تمام، يلا بقى ننظف مكاننا كده، وانا بقى هقول لكم ممكن نعمل ايه. ماشي، كمل بس. كمل بس.